عايز تدفع فاتورة انترنت اورنج من تليفونك عن طريق فودافون كاش، يبقى لازم تشوف فيديو النهاردة. ولو بتقعد على النت كتير وعايز تبني مشروع ربحي متكامل طويل الامد يحقق لك ارباح تصل ل $500 شهريا، يبقى لازم تنزل لصندوق الوصف علشان تشوف اولى توصياتي للربح من الانترنت وتحقيق ارباح تتخطى ال $500 شهريا، والشرح خطوه بخطوه للمبتدئين ياخدك من البدايه الى الاحتراف. تعال نروح لشرح النهارده بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في شرح النهاردة، ياريت لو أول مرة تشوفنا على القناة ياريت تدعمنا وتشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا، وطبعا ما تنساش اللايك والشير علشان الكل يستفيد. نرجع لموضوع النهاردة وشرح النهاردة ودفع فاتورة انترنت أورنج عن طريق الموبايل خطوة بخطوة باستخدام خاصية أو ميزة فودافون كاش. تعالوا نروح للشرح وندخل على الموبايل ونشوف الدنيا فيها ايه وهنتعامل ازاي. اول حاجة انت بتدخل على الموبايل بتاعك بتطلب الكود ده نجمة 9 شباك، وبعد كده بيظهر لك الاختيارات اللي قدامنا دي، بتختار دفع اونلاين رقم 3، بتكتب 3 واضغط على ارسال. بقول لك دخل قيمة اللي هتدفعه اونلاين، يعني قيمة الفاتورة 150 جنيه 140 ايا كان المبلغ، طبعا بحد ادنى 5 جنيه، تكتب المبلغ، تضغط على ارسال. هنا بتدخل الرقم السري في فودافون كاش علشان تقدر تصدر الرقم او الكارت بتاع فودافون كاش. هضغط على ارسال. تم اصدار الكارت بالقيمة اللي انت حددتها بنجاح، سيتم ارسال بيانات الكارت في رسالة. بنضغط على موافق ونرجع برا نروح للرسائل. نفتح الرسائل ونشوف رسالة فودافون كاش. زي ما تشاف هنا بقول لك بيانات الكارت، رقم الكارت، تاريخ الصلاحية، والكود السي في في، وقيمة الكارت 140 جنيه، والصلاحية بتاعته لمدة 24 ساعة، والنوع ماستر كارد. نخرج ونروح بقى لازاي ندفع الفاتورة على اورنج. علشان تدفع فاتورة اورنج دي اس ال او انترنت اورنج، تدخل على اي متصفح وتنسخ الرابط اللي هسيبه لك في صندوق الوصف، رابط دفع اورنج، او ممكن تدخل على الموقع الرسمي مفيش اي مشكلة. المهم بيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي، وهنا بتدخل رقم الهاتف اللي انت عايز تدفع له فاتورة الانترنت على الخط الارضي النت اللي تابع الاورنج. فتكتب الرقم وبعد كده بتضغط على الفواتير علشان يجيب لك الفواتير. زي ما انت شايف دي الفواتير اللي موجودة، كل اللي هتعمله هتضغط على دفع بس مش اكتر، علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي واللي فيها بتسجل بيانات الدفع. بننتظر حوالي 10 ثواني علشان نتأكد ان في كود تفعيل هيظهر، اللي هو الارقام اللي قدامنا دي. تمام، مجرد ظهور الارقام ديت يبقى الصفحة دي رسمية، نقدر نبعت ونقدر ندفع عن طريقها. طيب لو الكود ده ما ظهرش وظهر شكله صورة صغيرة كده غير واضحة، بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله بتضغط على الثلاث نقط بتوع المتصفح اللي فوق، وبتختار الاعدادات، تنزل تحت لحاجة اسمها الوضع البسيط، وتتأكد ان هو غير مفعل. غير مفعل، لو مفعل تعمله غير مفعل علشان الصورة دي تظهر بوضوح، اللي هي صورة التفعيل او تأكيد الدفع دي اللي هي بالارقام. بعد كده بقى بتسجل البيانات اللي موجودة في الصفحة اللي قدامك ديت، من ناحية رقم بطاقة الائتمان اللي هي ال 14 رقم الكود اللي قدامك ده، تاريخ الانتهاء اللي هو 6/22، الرقم السري، الرقم السري اللي هو السي في في. بعد كده بتكتب اسم صاحب البطاقة اللي هو اسم صاحب الخط بتاع فودافون كاش، والبريد الالكتروني، اي بريد الكتروني علشان يوصلك رسالة تأكيد ان تم عملية الدفع. وبعد كده بتسجل الكود اللي قدامك ده، وعرفنا لو الكود ده مش ظاهر بتعمل ايه. وبعد كده بتضغط على كلمة ادفع. بمجرد ما بتضغط على كلمة ادفع بتظهر لك الصفحة اللي قدامك دي، وهنا بيقول لك هل تريد تأكيد دفع مبلغ المبلغ المحدد. بتضغط على تأكيد علشان يحولك للصفحة دي. بيقول لك لا تغلق المتصفح لحين إتمام العملية. بننتظر ثواني، زي ما احنا شايفين هنا بيتم عملية الدفع، هننتظر لحد ما يجي لك رسالة التأكيد انه خلاص تم عملية الدفع او تمت عملية الدفع بنجاح. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لك تمت دفع فواتيرك بنجاح، وهنا بيانات العميل، اسم المستخدم اللي هو رقم التليفون اللي انت دفعت له، وقيمة الفاتورة، وبيانات بطاقة الائتمان. وهتلاقي برضو رسالة
على الجيميل بيأكد لك ان انت او تمت عملية الدفع بنجاح. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا ازاي ندفع فاتورة اورنج عن طريق فودافون كاش خطوة بخطوة. ياريت بقى لو عجب الفيديو ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفنا على القناة اوعى تخرج قبل ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا بمجرد رفعها على القناة. تزورونا في فيديو جديد والى اللقاء.